ايه هي اسباب نجاح صندوق تطوير العشوائيات؟ هنعرف الاجابه دلوقتي. اهلا، برحب بحضرتك مره تانية. اهلا بيك. اتفضل. نكمل يعني موضوع النجاح بتاعنا. زي ما قلنا خلينا ندعيه ان احنا اول حاجه وضعنا خطه لينا او خريطه. الخريطه دي عملنا منها خرائط اقليميه، طبعا خريطه استراتيجيه، الخريطه اقليميه لخطط تنفيذيه على مستوى المشروعات نفسها. طيب الخطط دي من ضمن بنودها ان انا اللي هو التفاعل مع الناس، التعامل مع الاهالي، بنشوف الناس عايزه ايه، او دراسه الوضع القائم حالا، دراسه الوضع القائم، الناس بتشتغل في ايه، نوعياتهم ايه، ثقافتهم ايه، احتياجاتهم ايه، ازاي نحقق لهم وضع اقتصادي افضل من اللي كانوا عايشين فيه، غير الوضع الاجتماعي، غير الوضع البيئي. كل دي حاجات بندرسها في المشروع. فكان كل ده كان لازم من التلاحم مع الناس، ازاي نقعد مع الناس ونسمع منهم رغباتهم ايه. زي ما حصل مثلا في مشروع مثلث مزبير او اي مشروعات تانية، اول حاجه بنعرض على الناس استماره رغبات. فلما قالوا رغباتهم دي هي اللي اتنفذت، تتعمل منها استماره رغبات. هم قالوا كلام تحول لاستماره، الاستماره دي الناس بدات تكتب رغباتها، يعني تتعلم على اللي هو قالوه قبل كده. يعني مثلا مثلث مزبيرو كان فيه 5 رغبات، منين؟ من الناس نفسها اللي قالت. واحد قال انا عايز كذا، وواحد قال انا عايز كذا، اختلفت رغباتهم. مع كل الاختلافات دي ما تعملناش زي زمان هي رغبه واحده، خط واحد، يا دي يا دي. لا، خدنا منهم حطينا الرغبات دي كلها. فعشان كده الناس لما، وطبعا الرغبات متوافقه وتصلح انها تقبل، ما ينفعش مثلا اقول مش حاجات فيها مبالغه، ما حاجات يعني، او الدوله نفسها جارت على المواطن نفسه، نقول لا خد ادي 20,000 جنيه وصرف نفسك، يبقى انا كده ما بنجحش، يبقى انا بخلق كاره للبلد من تاني، او واحد بيحارب البلد، او حد هياخد فلوس مضطر وهيتحول لمنطقه عشوائيه تانيه. صحيح. فلازم ندي الحاجه على مقدار ازاي ننجح بيه، نوصل بيه للنجاح بتاعنا. عشان كده احنا نجحنا في الموضوع ده، منهم رغباتهم خلقنا المشروع نفسه. واستراتيجيات مختلفه طبعا. بمناسبه كلام حضرتك عن ان ممكن يخلق منطقه عشوائيه تانية، واثناء محاربه حضراتكم في الصندوق للعشوائيات وملف العشوائيات في مصر، مش من الممكن ان تظهر مناطق جديده في هذه الفتره؟ واذا ظهرت بيتم التعامل معها ازاي؟ لا، مفيش ظهور باني للحاجات دي ان شاء الله. ليه؟ لان احنا الموضوع احنا بنقضي على العشوائيات دلوقتي وبنخلق، يعني في قانون البناء الجديد اللي بيتعمل وخلاص خرج في صورته، وقانون تصالح على مخالفات البناء. القانونين دول بيتعاملوا دلوقتي، هم دول هيمنعوا العشوائيات، والحاجه اللي كانت قديمه هتتقنن بشكل قانوني. فهنا هنقدر نمنع العشوائيات، لكن اي حاجه تظهر جديد هيتعامل معاها بقوه. مش هينفع ان حد يبدا يزرع منطقه عشوائيه جديده. والدوله اصلا احنا برضو الموضوع مش بالقوه بس، في فكر دلوقتي. احنا دلوقتي القضاء على العشوائيات بيبقى فيه 3 محاور: عاجله ومتوسطه وبعيده المدى. العاجله اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنبني مباني جديده وبنقل الناس فيها. متوسطه المدى اللي هي بنقول احنا بنعمل مشروعات اسكان متنوعه زي الاسكان الاجتماعي، دار مصر، سكن مصر. والاسكان الاجتماعي ده طبعا لما الهدف بتاعنا يكون 1,000,000 وحده سكنيه تتعمل، بنتكلم في 5 مليون مواطن. فمليون وحده سكنيه مش رقم قليل. فمعنى كده ان المواطن هيلاقي السكن الملائم ليه بسعر مناسب بتقسيط على طويل المدى. يبقى اذا هو لما يجي يخلق مكان عشوائي هيصرف عليه 40,000-50,000 جنيه، مش هيلاقي فيه الخدمات والامان والامن. لا، اللي هيبقى موجود في الاسكان اللي تبع ال 40,000-50,000 جنيه يعملهم في المكان العشوائي ده، هيدفعهم مقدم اسكان اجتماعي ويدفع تقسيط بسيط جدا على سنين طويله. يبقى انت هتختار بين ايه وايه؟ الحاجه منظمه النظيفه الصحيه على حياتك واولادك، ولا تروح لعشوائيه اغلى منها؟ يبقى طبعا من الذكاء بيقول ان هو يروح لكده. ده المدى المتوسط. طب وطبعا سكان مصر ده، دار مصر وسكن مصر والعاصمه و14 مدينه بتعملوا جداد، دول حد هيقول لي طب ايه علاقه دول بالعشوائيات؟ لا، بيحصل ابجريد لكل الطبقات طبعا. يعني اللي ساكن في منطقه بيروح يرقي من نفسه لغايه ما في الاخر بيسيب المناطق الشعبيه اللي هي منظمه ومخططه للناس اللي عايشه في العشوائيات بثمن يليق بيهم. فبيفضل حركه احلال وتبديل من طبقات احلال لأخر. ترقيه لكل درجات المجتمع كلها. دي اللي هي المتوسطه. تمام. يعني بشكل عام الفتره اللي فاتت نقدر نقول يعني تقريبا الصندوق اتكلف قد ايه، او الدوله اتكلفت قد ايه لحد الان في المشروعات اللي تمت او تكبدت قد ايه الجانب المادي تحديدا؟ يعني عايزين نقول ان من ساعه ما الصندوق انشئ سنه 2008 او بدا يشتغل بالظبط سنه 2009 ل 2014 كان الصندوق صارف 652 مليون جنيه.
في خلال الست سنوات دول. طيب من 2014 لغايه وانا قاعد دلوقتي مع حضرتك تجاوزنا ال 20 مليار بحوالي 600 مليون كمان. مبلغ كبير يعني جدا. فتخيلي شوف حجم القضيه من 2014 طبعا. وما قبل 2014 طبعا قبل 2009 ما كانش في صندوق طهور عشوائيات، فما كانش فيه، كان الموضوع بيشتغل فيه على استحياء يعني يدهنوا بيوت او حاجه زي كده. فدي حجم كانش القضيه مكلف وما كانش فيه موضوع له استراتيجيه زي دلوقتي. دلوقتي الموضوع اختلف كمان. يعني انا بكلم حضرتك النهارده، وانا النهارده قاعد مثلا مع عمليات بتاعتي ان انا في الربع الاولاني من السنه دي هيكون مطلع 3 مليار جنيه عشان اكمل بقيه المشروعات الجاريه دلوقتي، فعندي مشروعات جاريه. فانا على نهايه 2019 او 2019 ان شاء الله اللي هي هنكون وصلنا ل 30 مليار جنيه. فيمكن لغه الارقام بتوضح للناس حجم القضيه او حجم المشروف عليه. فده فعلا دي لغه الارقام وضحت دلوقتي من في ست سنوات صرفنا قد ايه، وفي اربع سنوات صرفنا قد ايه، اضعاف اضعاف الرقم الثاني. فهنا ده اللغه الوحيده اللي ممكن توضح للناس حجم عشان كده انا حبيت ان انا افهم من حضرتك الدوله تكبدت قد ايه الفتره اللي فاتت او الصندوق تحديدا. طيب بتفكروا في ايه للدوله المصريه تحديدا من 2020 ل 2030؟ اكيد انا عارفه ان دلوقتي الدوله مش بتبص تحت رجليها، يعني احنا انجزنا، مش هنفضل طول تقول احنا انجزنا كذا وعملنا كذا. ويمكن ال 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 الخطط اللي ماشي بيها حتى السيد رئيس دلوقتي اننا بنقول احنا يعني بنعلن عن المشروع او عن الفكره بعد ما بيكون تم انجازها اوريدي على ارض الواقع، يعني مش بندي للناس احلام او اوهام او هنعمل او كذا. بس كمان في صندوق زي اللي حضرتك بتترأسه اكيد في خطط للسنوات القادمه. خلينا نعرف بتفكروا في مصر ازاي 2030. طيب احنا 2030 حاطين خطه لينا ان احنا عندنا حاجه اسمها المناطق الغير مخططه. المناطق غير مخططه تمثل 40% من المسطح العمراني لمدن مصر. عندنا 221 مدينه فيهم 417 الف فدان كمساحه، منهم 160 الف فدان غير مخطط يفتقر الى الشبكات، ميه، صرف صحي، كهرباء، غاز، طرق، أرصفة، بيفتقر لحاجات كتير جدا اللي هي سبل الحياة الراقية للإنسان. كنا احنا بننقل الناس من غير آمن لحياة راقية جدا. طب الناس اللي عايشة في الآمن بس تفتقر إلى المياه، صرف الصحي، الحاجات دي كلها. دي الخطة بتاعتنا. فتخيلي الخطة دي كلها على 40% من السطح العمراني لمدن مصر، طبعا القرى ما بتشتغلش فيها، ده هيكلفنا في حدود 350 مليار جنيه. فما نقدرش نحط 350 مليار جنيه في سنه 30 4 سنين، فحاطين الخطه بتاعتنا على 10 سنين اللي هي المستهدف بتاعنا 2030. وعندنا برضو قضيه ثانيه اللي هي قضيه الاسواق العشوائيه. عندنا 1105 سوق عشوائي. يعني ايه اسواق عشوائيه؟ سوق عشوائي في الشوارع، سوق ناس عامله تكتل كده. مسمينه سوق كذا، سوق كذا بمسميات كمان. يمكن احنا عندنا وعندنا احصاء بتاع كل حاجه. القاهره لوحدها فيها 134 سوق، اسكندريه 84، الجيزه 83، سوهاج 72، المنيا 69. طيب كل ده بنتعامل معاها ازاي؟ ما دي احنا بنبني زي ما احنا شغالين دلوقتي، مثلا بنبني سوق. رغم ان احنا شوف قضيه الغير مخطط والاسواق، رغم ان احنا لسه مفروض ما خدناش تكليف باقتحامها، لكن احنا اقتحمنا، عملنا 52 منطقه في الغير مخطط اتكلفنا فيهم حوالي 900 مليون جنيه، رفعنا حياه 409 الف اسره، ارتقينا بحياه 409 الف اسره كانت عايشه في مستوى حياه لا يليق بيها. طيب الاسواق العشوائيه برضو اشتغلنا في حوالي 23 سوق وشغالين في 26 تانيين، وبندرس اشتغلنا خلاص 13 سوق وشغالين في 23 وبندرس 26 تانيين نشتغل فيهم. منهم اسواق زي سوق التونسي. سوق التونسي اللي هو عند كوبري اللي هو عند السيده عائشه. السوق ده هناك سنويا اعتقد انتوا كاعلاميين كل سنه حريق في سوق التونسي، وفيات قد كذا، خساره بعشرات الملايين. السوق ده خلاص احنا شغالين فيه دلوقتي، وصلنا فيه مرحله كويسه جدا. السوق الواحد هيكلفني 250 مليون جنيه، هنلم فيه خمس اسواق في المنطقه، سوق على اعلى مستوى من الامان، حمايه مدنيه، انذار الحريق، اطفاء الحريق، تصوير بالكاميرات، كل ده بيتعمل للناس. هل الناس اللي بتشتغل في الاسواق دي هتقدر تتكيف مع الفكر ده؟ يعني لما حضراتكم هتبداوا تقولوا لهم احنا هننقلكم لكذا كذا كذا، هل الناس دي تقدر تستوعب؟ اول حاجه فكرنا فيها عشان ننجح، ما ينفعش يبقى السوق في السيده عائشه واروح ابنيه في 15 مايو. بالظبط كده، يعني في نفس المنطقه اللي هو متعود عليها. يعني السوق المكان ده على بعد 500 متر. دايما لما باجي ادرس اي سوق اقول لهم اخلقوا لي ارض اقرب ما يكون
من الوضع الحالي. لان السوق هنا عباره عن ايه؟ حاجه الزبون هو الساكن المصري وبيخلقها له التاجر، الاثنين بيحتاجوا بعض في مكان معين. اذا ما كانش المكان المعين ده موجود الزبون يلاقي والتاجر يبيع في نفس المكان، هاخدهم وابني في مكان تاني، هيجي تاجر تاني والزبون هياخد من نفس المكان والتاني هيبقى خربان محدش هيروحه. فلازم اخلق في نفس المكان عشان انجح بالفكر ده. ففعلا كل سوق بنعمله ازاي في نفس المكان يخلق للناس نجاح الفكره نفسها.